مرة مررت في قرية في شرق المدينة فرأيت حبلا ممدودا من أحد البيوت البعيدة عن المسجد إلى باب المسجد، حبل ممدود. فسألت أحد الإخوة هناك، قلت ما هذا؟ قال في هذا البيت رجل أعمى وشد هذا الحبل بين بيته وبين المسجد، لأنها قرية ومفتوح المجال، ربما في البيوت التي في المدن قد لا يتيسر مثل هذا، لكن بيوتهم متباعدة وفي سعة من الأرض، فشد حبلا من بيته وهو مرمي في الأرض، إذا خرج من بيته يمسك بالحبل ويمشي إلى باب المسجد، وإذا خرج من الصلاة مسك الحبل إلى بيته، وهكذا 5 صلوات في اليوم والليلة كثيف ما يرى. وتجد ناس كثير مبصر وجسمه قوي ويسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، وكأن الأمر لا يعنيه، كأن الأمر لا يعنيه، وكأن هذا النداء لغيره ليس له، وهذه مصيبة عظيمة. استمع إلى الحديث الآن سيورده الشيخ. يقول قال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة، يعني مع الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم في النار. هذا يدل على أن الأمر ليس بالهين، أمر خطير جدا، أحرق عليهم بيوتهم بالنار. لو كان الصلاة مع صلاة الرجال مع الجماعة مستحبة ما يهم بهذا الأمر، لكن هذه واجبة